ظاهرة فلكية في شهر أبريل هذا العام. الظاهرة التي تحدث اليوم هي ظاهرة اقتران القمر مع النجم بولوكس، والذي تشهده سماء الكرة الأرضية كأولى الظواهر الفلكية في شهر أبريل لهذا العام، بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري مواعيد وتفاصيل كل الظواهر الفلكية التي يشهدها العالم في شهر أبريل الحالي، لتأتي ظاهرة اقتران النجم، اقتران القمر مع النجم بولوكس في السماء كأولى الظواهر الفلكية التي نشهدها في شهر أبريل. يقترن القمر اليوم مع النجم بولوكس في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الواحدة والنصف بعد منتصف ليل اليوم السبت، كواحدة من أروع الظواهر الفلكية التي تشهدها الأرض على الإطلاق. المعهد القومي للبحوث الفلكية أيضا تحدث عن الأحداث والظواهر الفلكية، مشيرا لعدم وجود أي خطورة لهذه الظواهر الفلكية على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي. باستثناء كسوف الشمس الذي يشكل خطرا على العين في حالة النظر إليه بالعين المجردة،